رغم أننا نستيقظ جميعاً كل صباح، لكننا لا نستقبل بضرورة اليوم الجديد بنفس الطريقة. وسنستكشف اليوم كل الاختلافات المضحكة والمجنونة في الغالب بين الأولاد والبنات. واو جينيفر، تبدين أنيقة اليوم. كل ما أحتاجه الآن رشة عطر صغيرة. ممتاز، إن كنت فتاة تحب وضع العطور فأنت تعلمين أن رشها جزء مهم في طقوسك الصباحية. تشبه رائحته رائحة حديقة ذكية. تحقق هدفي في أن تصبح رائحتي مثل زهرة منتعشة متحركة. في المقابل، يميل الأولاد إلى الاستعداد بشكل مختلف قليلاً. تحقق سريع من الشعر، كل ما تحتاجه لتصبح جاهزاً. أو كدت أن أنسى عطري. لكن على عكس البنات، يرغب معظم الأولاد في التأكد من أن الرائحة تلتصق بهم فعلياً. كيفن، ألا تعتقد أنك قد رششت ما يكفي من العطر؟ حسناً، هذا يكفي. يستحق ذلك عناء الصداع. هل هناك شيء أفضل من قضاء ليلة فيلم عفوية؟ لا أمل أبداً من هذه الكوميديا الرومانسية الكلاسيكية. لحظة، ما كان ذلك؟ يا إلهي، هذا أكبر عنكبوت رأيته في حياتي. كيفن، انظر! على رأسك جينيفر، لا أستطيع سماع الفيلم. هل تعتقدين حقاً أن هذه الحشرة الصغيرة ستؤذيك؟ ها، أمسكت به. أعتقد. أو لا. يا إلهي، ما مدى قوة هذا الشيء؟ أو لا، لينقذ أحد كيفن من هذا الشيء. أخبرتك أن هذه الأشياء مخيفة. أين ذهب؟ لا أعتقد أني أمسكت به. أوف، إنه على يدي، سيقتلني. وهذه ميزة الأولاد، لا يخافون كثيراً، لكن إن تعرضوا للتهديد فإنهم يغضبون كثيراً. مت أيها العنكبوت، أنت لست نداً للوحش كيفن. خذ. كيفن، لا! هل أنت بخير يا صغيري؟ أنا آسفة، كيفن كان قاسياً معك. قد تخاف البنات من العناكب، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهن يرغبن بإيذائه. أنا بخير بالمناسبة. يبدو أن جينيفر أصيبت بعدوى تلك الجرثومة المنتشرة. أتساءل إن كانت حرارتي مرتفعة؟ حسناً، لن أدع هذه الحمى تعطل يومي. لدي الكثير مما يجب علي فعله اليوم بدل الاستلقاء على الفراش. لن تسمح أي فتاة ليوم مرض غبي بتعطيل روتينها. في المقابل، سيسمح الأولاد لمرض بسيط بأن يفسد يومهم. حسناً، يبدو أني لا أعاني من حمى قوية، لكن لماذا أشعر بأني أحتضر؟ وفي هذه الأثناء، تجاوزت جينيفر مشكلة مرضها ولديها حتى وقت لتنظيف المنزل والاستمتاع في القيام بذلك أيضاً. فلماذا لا تنجز بعض الأعمال المنزلية بينما يحارب جسمك هذا المرض؟ ألا تتفق؟ شو؟ مقزز. لحظة، يبدو هذا المخاط غريباً. من الجيد أن لدي مجهر حولي. حسناً أيها المخاط، سأكتشف الآن ما يجري بالضبط. ماذا؟ هذه الجرثومة الصغيرة الشريرة تتصرف وكأنها في منزلها. هذا مخاط مقزز، لن أتمكن أبداً من نسيان ذلك. يبدو أن جينيفر تشعر بتحسن كبير. من الجيد أنها لم تبقى في المنزل، وإلا لم تكن لتنجز الكثير. كيفن يدرس أيضاً، لكن الكتاب الذي يقرأه مختلف قليلاً عن كتاب جينيفر. أنا أحتضر رسمياً. يا إلهي، سيشعر أصدقائي بالحزن الشديد عندما يعرفون أنها نهايتي. حتى أنه تذكر أن يترك وصية. يا له من ذكية. هيا يا كيفن، استيقظ، لا نزال نحتاج لك هنا. يبدو أنك كنت ترى حلماً غريباً، دعني أرى. أوف، من الجيد أنك بقيت في المنزل بكل تأكيد. عندما يحين وقت الجلوس والاستمتاع بتناول وجبة، من المهم أخذ الوقت الكافي لضبط المزاج. لنرى من أين أبدأ. هذا الخبز الطازج سيكون مذاقه رائعاً، تقريباً بنفس لذة هذه الشيدر المفضلة لدي. تبدو هذه الشطيرة لذيذة جداً يا جينيفر. قد يكون مجرد غداء عادي، لكن تحضيره جزء كبير من روتينك اليومي. حتى لو لم يكن لديك ضيوف، من المهم الالتزام بآداب المائدة. حسناً، أنا شبه مستعدة لتناول هذه الشطيرة الشهية. الهمجي فقط من سيأكل هذا الشيء بيديه. يا لها من لقمة صغيرة وأنيقة. ولن تكتمل وجبة الغداء دون عصير تفاح لذيذ اشتريته من البقالة. وبالطبع إنه بدرجة حرارة مثالية. حسناً، أعتقد أني شبعت، سأعود إلى العمل الآن. لكن عندما يتناول الأولاد وجبة الغداء، فإنهم يفكرون فيها بقدر ما يفكرون بالقميص الذي يرتدونه في الصباح. لكن لا داعي للقلق، فلا يزالون يستمتعون بها. قد تتساءل لأي درجة؟
لدرجة الاستمتاع بتقطيع السجق بالسيف. هل فكرت في ممارسة مهنة الجزارة يا كيفن؟ حسناً، أعتقد أن هذا القطع كافٍ لليوم. انظر إليها، شريحة مثالية، إنها تحفة فنية. أو لا، لقد تأخرت عن الحصة، يبدو أني سأتناول الغداء على الطريق. أوف، هل حان وقت الاستيقاظ؟ لقد تجاوزت الساعة 6:30. هيا يا فتاة، استيقظي. يبدو أن كيفن لا يحب الاستيقاظ مبكراً. كيفن، إن لم تنهض الآن فلن يكون لديك وقت للاستعداد للحصة. يبدو أنه سيستيقظ أخيراً، أو ربما لا. يجب على الفتيات الاستيقاظ في الوقت المحدد، وإلا فلن يكون لديهن وقت لوضع مكياج. لكن ما الذي يهتم به الأولاد؟ حسناً، حان وقت اختيار لبسي لهذا اليوم. لا، أزرق؟ كيفن، أحقاً لا تزال نائماً على السرير؟ أوف، هذا اللبس يجعل كتفي يبدوان عريضين. سيضطر كيفن للتدحرج من السرير والتوجه إلى الصف ببيجامته في هذه الحالة. أترى، لهذا السبب تحتاج الفتيات إلى الكثير من الوقت في الصباح. أخيراً، غيرت رأيي. أكره كل ملابسي، أحتاج إلى خزانة ملابس مختلفة تماماً. أو لا، لا تبكي يا جينيفر، تبدين رائعة بغض النظر عما ترتدينه. أتعلم؟ أعتقد أني أعرف بالضبط ما سأرتديه اليوم. حسناً يا كيفن، إن لم تستيقظ الآن فلا تكلف على نفسك بعدها. واو، أخيراً، إنه حي. أوف، ألا ذي رائحتي؟ هل رائحة نفسي مقبولة على الأقل؟ أوه، هذا جيد بما يكفي. واو، ارتدى كيفن ملابسه بسرعة كبيرة. لماذا تستغرق البنات وقتاً أطول بكثير؟ لأنهن يولين اهتماماً أكبر بالتفاصيل. لا أحد سيراها على أي حال. حسناً، أنا مستعدة الآن، سيكون اليوم رائعاً. وصدق أو لا تصدق، استيقظ كيفن بعد ساعة كاملة وتجهز في لمح البصر. أعتقد أنها جرعة صغيرة من سحر الأولاد. لا تفوت هذه اللقطات لما وراء الكواليس. هل لديك أصدقاء تبدو هذه السيناريوهات مألوفة لهم؟ تأكد من مشاركة هذا الفيديو معهم، وكالعادة تأكد من الاشتراك في قناة 123GO بالعربي على اليوتيوب لتشاهد المزيد من المقاطع الرائعة. نراك في الفيديو القادم.